نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأها بالعناوين. أحياء الذكرى 81 لشهداء 9 من أبريل 38 وتسعمائة وألف، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب رسمي بروضة الشهداء بالسجومية. غدا انطلاق عمل مركز نداء للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لتقديم تفاصيل التسجيل بالنسبة إلى التونسيين في الداخل والخارج. الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وبأحداث هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات. أهلا بكم من جديد. أحيا التونسيون الثلاثاء الذكرى 81 لأحداث 9 من أبريل سنة 38 وتسعمائة وألف، ذكرى تأبى النسيان، ذكرى سقط فيها العشرات من الشهداء وكانت مقدمة لنيل الاستقلال. وأحياء لهذا اليوم الخالد في ذاكرة التونسيين جميعا، والذي يمثل منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني ضد المستعمر، وأسس لتحولات سياسية في مسار النضال الوطني أدت في النهاية إلى نيل الاستقلال وإعلان النظام الجمهوري. انتظم أمس الثلاثاء بروضة الشهداء بالسجوم موكب خاشع بإشراف في رئيس الجمهورية. وأمام النصب التذكاري للشهداء تولى رئيس الجمهورية تلاوة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور ترحما على أرواحهم الطاهرة. وقبل ذلك أدى الرؤساء الثلاثة رفقة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، واستعرضوا تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة. وحضر الموكب بالخصوص مفتي الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وبعض رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من رؤساء المنظمات الوطنية وثلة من سامي الضباط بالجيش الوطني. كانك تونسي ما تنساش هو عنوان الحفل الذي نظمته مجموعة من الشباب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتفاء بعيد الشهداء. الاحتفال تضمن أنماطا موسيقية مختلفة مع الكثير من التنشيط. هم مجموعة من الشباب جمعت فكرة الدعوة للتذكر وعدم النسيان، فكان نظم حفلا فنيا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احياء للذكرى 81 لعيد الشهداء. المجموعة هذه اليوم واعين بأهمية تكريس الهوية الوطنية عن طريق الأعياد الوطنية نتاعها، وقت اللي ما ننساوش الشهداء نتاع 9 أبريل، وقت اللي ما ننساوش الشهداء نتاع الجلاء، وقت اللي ما ننساوش الشهداء نتاع الثورة. الشباب تبع فقرات غنائية من موسيقى الراب، وفي البال شهداء سقطوا في مثل هذا اليوم من سنة 38 وتسعمائة وألف دفاعا عنه وعن بقية الأجيال. لازمنا ديما نحتفلوا به وكل شيء باش معناها نخلدوا التاريخ نتاعنا. اجدادنا هما اللي بداوا بارواحهم الوطن هذا، وبطبيعه هذه الذكرى باهية باش يقعدوا حتى الاجيال القادمه باش يقعدوا يذكروها، وهما بالنسبه لنا مثال كبير. موسيقى سلام كانت فقرة من فقرات هذا الحفل، فضلا عن موسيقى ملتزمة لاقى بها الفنان ياسر زرادي جمهوره. تحية لأولا لل 22 شهيد اللي سقطوا في 9 أبريل عام 38 وقت اللي طالب الشعب التونسي ببرلمان تونسي، ومن خلالهم إلى كل شهداء الوطن. هو تم احتفال مساء الشهداء، أعطوا أرواحهم الوطن، هذا ما يمنعش الناس والشعب باش يواصل الحياة، الحياة والفرح بالحياة. تونس فرحانة، تونس محلية، تونس تحتفل بأعيادها الوطنية، حاجة كي من هكا تشرف بلادنا. الفرح هذا ما أدخله حفل كانك تونسي ما تنساش في قلوب الأجيال المختلفة التي حضرت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أحياء للذكرى 81 لعيد الشهداء. بالتوازي مع انطلاق عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ينطلق اليوم عمل مركز نداء الانتخابات الذي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن افتتاحه خلال لقاء إعلامي.
هي اللمسات الأخيرة التي يضعها المشرفون على مركز النداء للانتخابات التشريعية والرئاسية، مركز أرادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يكون خط التواصل بين الهيئة وكل الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية. مركز النداء باش يكون على ذمة المواطنين بداية من يوم غد من 8 صباحا إلى 10 ليلا، باش يكون الإجابة على استفسارات كل المواطنين فيما يخص الانتخابات 2019. والمرحلة هذه بدينا في مرحلة تسجيل الناخبين اللي ماهوش مسجلين، عندنا حوالي أكثر من 3 ملايين، قرابة 3 ملايين ونص ماهوش مسجلين، كان عندهم استفسارات يطلبون على 18-14 وتكون الإجابات حينية. مركز النداء سيضم 72 عونا لتلقي المكالمات في تونس إلى جانب مكالمات التونسيين بالخارج. في انتظار احداث رقم للتونسيين بالخارج، عملنا مش نضعوا على ذمتهم رقم اللي هو طويل شويه بتبيع، في انتظار رقم جديد اللي هو 01-86-65-25. مركز النداء هذا باش ينطلق يوم غد وباش يستمر كامل المسار الانتخابي الى حدود الاعلان عن نتائج الانتخابات. وسيتم رفع تقارير دورية لمجلس الهيئة حول كل ما يتم تسجيله بمركز النداء من ملاحظات واستفسارات. في عرض البحر وعلى بعد أميال من سواحل المهدية، غرق مركب صيد بالجار نتيجة تسرب المياه داخله وهو يقل 11 بحارا. وبتضافر جهود الفرقة البحرية بميناء المهدية وأعوان الحماية المدنية بالجهة، تم إنقاذ 10 أشخاص في حين ما زال بحار مفقود إلى حد الآن. وقد أكدت مصادر أمنية أن البحار الناجين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية وهم في حالة جيدة. لقينا مكالمة نداء استغاثة من طرف أحد البحارة مفادها تعرض مركب صيد بالجر الحامل اسم البركة إلى عملية تسرب كيميائية من المياه. تم على أثره تنسيق مع الوحدات العاملة التابعة للمنطقة البحرية بالمهدية، كيف تم تنسيق مع وحدات من الحماية المدنية التي حلت على المكان، كيف لحسن الحظ فما معناها عديد جارات الشباك متواجدة على عيل المكان والتي ساهمت بشكل كبير في عملية الإنقاذ وساعدتنا في عملية الإنقاذ. بالنسبة للوضع الحالي عملية التمشيط مازالت متواصلة. وصلنا لعين المكان، قمنا بعملية الغطس نتاعنا. بالنسبة للعمق نتاع الكركار على عمق 54 متر، بالنسبة لنا احنا قمنا بعملية الغطس نتاعنا. نحن ديجا بخاطر الله عملية الغطس تقوم بنيفو فيزيبيليتي زيرو بحكم البحر تشوف فيه من خادم أمس ولامس عملية الأحوال الجوية غير طبيعية. أكدت عضو اللجنة القانونية لحزب حركة نداء تونس إيناس بن نصر أنها سترفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال مؤتمر حركة نداء تونس، وذلك لوجود عدة إخلالات قانونية قد شابت هذا المؤتمر منذ انطلاقه وفق تعبيرها. وبينت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها بصدد تجميع الوثائق لرفع الدعوى في الأجل، موضحة أن هذه الإخلالات تتمثل أساسا في عدم وضوح خارطة الطريق، لافتة إلى أن هذه الخارطة لم تكن مطابقة لقانون الأحزاب وأنه لم يقع تحديد الأجال أو ضبط لجنة الطعون. وكانت اللجنة المركزية لحركة نداء تونس قد صادقت خلال اجتماعها الثلاثاء بالضاحية الشمالية بالعاصمة في إطار أشغال المؤتمر الانتخابي للحزب على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضواً. وكانت المصادقة على هذه القائمة قد تمت بعد سقوط قائمة ثانية أصلا وشكلا وفق ما أعلنته رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس. خلال ندوة صحفية أعلن حزب حركة تحيا تونس عن انضمام عدد من الشخصيات والقيادات السابقة لحزب المسار إلى الحركة، كما استبعد الحزب عودة يوسف الشاهد إلى حركة نداء تونس رغم رفع تجميد عضويته. مواصلة لمساره التأسيسي ونشاطه التوحيدي، أعلن حزب حركة تحيا تونس انضمام عدد من الشخصيات المستقلة للحركة إلى جانب بعض القيادات السابقة لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، من بينها سمير الطيب وسلمى بكار ولطفي بن يدر. اليوم فما مجموعة مهمة
مجموعة ذات رمزية، مجموعة ذات تاريخ نضالي مهم، مجموعة أنا شخصيا أيضا نصي مصطفى والعديد من الإطارات متاع تحية تونس عندهم علاقة خاصة بهم، هم أصدقائنا، هم مناضلين والمستقلين اللي قرروا باش يلتحقوا بينا، وإحنا نتشرفوا بحضورهم معنا، وإحنا نعتزوا بقرارهم باش يلتحقوا بحركة تحية تونس. هذه دعوة للعائلة الديمقراطية الاجتماعية الحدثية أن نلتف حول المشروع هذا، فيه كل مقاومة النجاح، ما هوش حزب قائم الذات دخلنا فيه، هو مشروع قاعد يتبنى، مازال لي كونتور نتاعو مازالت ماهيش حاضرة 100%، فمع بعضنا يلزمنا نبنيو في هالمشروع هذا، نأسسوا لهالمشروع هذا. وحول رفع حركة نداء تونس تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب، استبعد المنسق العام لحركة تحية تونس ليم العزبي عودة رئيس الحكومة إلى حزب نداء تونس، خاصة بعد الاتهامات التي طالته وفق قوله. الحاجة الثانية فيما يخص سيد يوسف الشاهد اللي هو ما عادش نهضة واللي ما عادش انقلابي واللي ما عادش فاشل، واللي الوزراء كما شفناهم اللي موجودين في مؤتمر نداء تونس، ونداء تونس ولا اليوم معناتها موجود في الحكومة بصفة واضحة وشفافة، نجم نقولوا اللي يوسف الشاهد اليوم هو ابن العائلة السياسية بتاعنا، ورجع لهم شاهد الأقل، ولكن إن شاء الله شاهد الأقل ما رجعهمش مخر، خاطر أنا ما نعرفش كان حتى كان رجع لهم شاهد الأقل ما نعرفش كان الشاهد باش يرجع لهم، هذايا ما نعرفش عليهم، ولكن احنا اليوم في حركة تحية تونس زعيمنا السياسي هو يوسف الشاهد. وبين المنسق العام للحركة أن الحزب أصبح رقما صعبا في الحياة السياسية رغم حداثة نشأته، مبينا أن عدد المنخرطين بلغ أكثر من 80,000 منخرط، وأن عدد المترشحين للمؤتمر الانتخابي للحزب يمثلون حوالي 8,000 مترشح. في أخبار العالم، قتل 7 أشخاص وجرح 26 آخرون في تفجير انتحاري جد ثلاثاء بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن انتحاريا يبلغ من العمر 15 عاما فجر نفسه قرب قوة أمنية أثناء تنفيذ عملية تمشيط بمنطقة السوق بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء، مما خلف مصرع ضابطين وشرطيين اثنين وثلاثة مدنيين أحدهم طفل. تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب تلفزيوني تعهد بإجراء انتخابات حرة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم. في الأثناء فرقت قوات الأمن أمس الثلاثاء بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة عشرات المتظاهرين وأغلبهم من الطلبة. عقب توليه مهامه كرئيس للدولة انتقاليا بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور الجزائري، توجه عبد القادر بن صالح المتسلم للسلطة بصفة مؤقتة خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، توجه في أول خطاب للشعب بالالتزام بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وبإحداث هيئة وطنية تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء الانتخابات. إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية والمواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قراراتها ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها، وتتسخر الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها. دعا بن صالح في خطابه الأول للشعب الجزائري بأن يضطيع بدوره في اختيار رئيس جديد للجمهورية لبناء جزائر جديدة، واعدا بالحرص على توفير كل الضمانات القانونية اللازمة من خلال إحداث الهيئة الوطنية التي ستكلف بالانتخابات. وسأحرص بطبيعة الحال على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال. من جهتها أعربت أحزاب المعارضة في الجزائر عن رفضها لتولي عبد القادر بن صالح لمنصب رئاسة الدولة، وأكدت بأن هذا المسعى يتنافى ومطالب الشعب الجزائري، كما تظاهر عشرات الطلبة بساحة البريد بالعاصمة مطالبين بتغيير النظام والتعبير عن رفضهم لتعيين عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة،
هذا وكانت قوات الأمن قد استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح متفاوتة. أعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا أمس الثلاثاء عن إعادة فتح مطار معتيقا الدولي بالعاصمة طرابلس وتشغيل الرحلات المسائية فقط حتى إشعار آخر. وتتواصل منذ الخميس العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر في العاصمة طرابلس، وهو ما قابلته حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بعملية مماثلة لصد الهجوم. في السودان قتل 7 أشخاص أثناء محاولة قوات الأمن فض الاعتصامات في العاصمة الخرطوم بالقوة، هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية، كما دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج السلطات السودانية إلى تقديم خطة ذات مصداقية لعملية الانتقال السياسية. وأشار بيان صادر عن سفارات الدول الثلاث في الخرطوم إلى أن الوقت قد حان كي تستجيب السلطات لتلك المطالب الجماهيرية عبر طرق جادة. ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدين أذكركم بعناوين النشرة: أحياء الذكرى 81 لشهداء 9 أبريل 38 و900 وألف، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب رسمي بروضة شهداء بالسجومية. اليوم انطلاق عمل مركز نداء للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لتقديم تفاصيل التسجيل بالنسبة إلى التونسيين في الداخل والخارج. الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وبأحداث هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام مشاهدينا، تصبحون على خير.